لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله يا الله يا الله يا بر يا من لا إله سواه يا موجد الأشياء من عدم ومن يفني ويحيي خلقه لجزاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى والديه وآله وصحبه وأزواجه وأمهات المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله العظيم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حب أهل البيت. ولذلك أنشأ مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه قائلا يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الرحمن في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. أيها الإخوة المعزون الكرام استكمالا لهذه الليلة القرآنية المباركة الليلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تحفنا فيها ملائكة الرحمن وأن تتنزل علينا فيها السكينة وأن تغشانا فيها رحمات الله سبحانه وتعالى ببركة ما يتلى من آياته الكريمة من محكم التنزيل. نحيا في هذه الليلة القرآنية المباركة ليلة تكريم المغفور له بإذن الله تعالى مهندس عادل قبر حجازي والد الأستاذ باسم عادل قبر حجازي شقيق الأستاذ محمد قبر حجازي والحاج علي قبر حجازي المهندس أشرف قبر حجازي وابن عم الدكتور هاني حجازي والحاج حسن حجازي والأستاذ السيد حجازي ونسيب الشيخ الفلوشي حجازي والأستاذ ماجد حجازي والحاج عبد الخالق الشال والحاج السعيد أبو حسين سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يتلى في هذه الليلة في ميزان حسناته. اللهم آمين يا رب العالمين. ونشرف في هذه الليلة القرآنية المباركة أن يكون معنا علمين من أعلام
الإسلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، ملك المقامات ومحرك القلوب، قارئ رئاسة الجمهورية بمصر العربية، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب. ومعنا قارئ شباب محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد نبيل دراز، سائلين الله لهم التوفيق ولنا حسن الاستماع. آيات بينات مباركات نحيا في رحابها، مع ذلكم العلم القرآني الكبير، قنوات إذاعة القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرز. فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله
نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله
نسبه صهرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا سبح بحمده وتوكل على الحي
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى سبحان
فاسأله خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا في السماء بروجا وجعل
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر
لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وعدنا وإياكم وعدنا وإياكم يا سيدي إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله صدق الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد الرحمن وأن يجعلنا جميعا والمتوفى في معية سيدنا رسول الله وفي معية القرآن الكريم وأهله. اللهم آمين يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المعزون الكرام عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب ملك المقامات ومحرك القلوب قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وقارئ رئاسة جمهورية مصر العربية. وكانت هذه التلاوة تكريما لروح المغفور له بإذن الله تعالى المهندس عادل قبر حجازي والد الأستاذ باسم عادل قبر حجازي وشقيق الأستاذ محمد قبر حجازي والحاج علي قبر حجازي والمهندس أشرف قبر حجازي وابن عم الدكتور هاني حجازي والحاج حسن حجازي والأستاذ السيد محمد حجازي ونسيب الشيخ الجيوش حجازي والأستاذ ماجد
الحجازي والحاج عبد الخالق الشال والحاج السعيد ابو حسين. ونقلت هذه التلاوة من كبرى قصور الفراشة وعالم الضيافة الاول والانارة والاضاءة الحديثة والصوتيات والاذاعات الخارجية فراشة اولاد الحاج مجدي قد الله ادارة اليمني قد الله ومحمد قد الله. وشرفنا بالخدمة الفندقية ادارة المتر محمد رمضان. وسجل لنا هذه التلاوة مهندس الترويج. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسنات الراحل. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم اجعل عن يمينه نورا وعن يساره نورا ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا ومن فوقه نورا، واجعله نورا على نور يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد على والديه وآله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. آمين.